منتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. النسر يحط العش بتاعه في جبل مش في شجرة غير كل الطيور، وعلى حرف الجبل نقرة كده في طرف الجبل ويعمل العش، والعش كله شوك. فأول ما البيضة تفقس تطلع فرخة النسر متشكوكة مش مستحملة العيشة، وهو قصد عشان ما تطولش في العش. وبعدين يجيب لهم كل شوية كده شوية دود ياكلوا، وبعدين ياخدهم على اخوانه ويبقى بيبتسم النسر في وشهم ويشوط العش بجناحه ويطير العش في الهواء، والفراخ تنزل تعمل ايه بقى، تصرخ وتصوت، وهو يبص لهم كده ويضحك. وهم نازلين لو فرخه ناصحه هتحرك جناحاتها، ما هي لسه ما تعودوش. فبالعافيه فرخه واحده اللي تعرف تحرك جناحاتها تطير، بقيه النسور خلاص هيقعوا، يقوم هو ينزل زي الصاروخ يفتح جناحاته زي السجادة يلقطهم واحد واحد ويشموا نفسهم ويطلع يعمل العش تاني ويحطهم ويشوكهم ويضحك في وشهم، وعلى اخوانه يعمل ايه، يصوت العش تاني، تطلع فرخة نصحة تاني لغاية ما تبص لزميلتها وتستنصح مرة وتجرب وتلاقي ان العيشة جميلة والحكاية ممكن تبقى ايه طيران. كأولاد الله ما يحدث لنا تحت ضبط الكل. فهمتوا حكاية يرفعون اجنحة كالنسور يعني ايه؟